ويطلع على الطرف، فده معناه ان انت مدرب ساذج. مع احترام الكابتن منذر الكباين، لو انت مقتنع ان كينج سليدو او مقتنع ان حمدي العبيدي يقدروا ان هم يلعبوا على الطرف الشمال، فانت مدرب ساذج، لان الاثنين دول مش هيقدروا يقدموا لك فكره ان هم يلعبوا اجنحه. يعني الاثنين مش هيقدروا ان هم يشتغلوا مع بعض، الاثنين مش هيقدروا يشتغلوا مع بعض، الاثنين مش هيقدروا ان هم يشتغلوا مع بعض، واحد فرود واحد جناح، لا 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 الاثنين مش هيقدروا يشتغلوها خالص مع بعض.